ما هي أهدافك وغاياتك وأمانيك التي تريد أن تحققها ابتداء من هذه اللحظة؟ أتمنى لك أن تكون من أصحاب الهمم العالية، وأن تكون ممن يسابقون الريح لبلوغ الغايات وتحقيق هذه الأهداف. ولعلك تسأل سؤالا، كيف أكون من أصحاب الهمم العالية؟ أعطيك الآن خماسية الوصول لكي تكون من أهل أصحاب الهمة العالية. أول خطوة من هذه الخطوات، كن صاحب علاقة طيبة مع ربك جل وعلا. الدعاء يا إخوان يا أخوات، لن يستطيع الإنسان أن يحقق أي أمر من أمور النجاح إذا تخلى الله جل وعلا عنه. اغتنم لحظات الصفاء، لحظات الإقبال على الله جل وعلا، وادع ربك بقلب خاشع متوجه أن يحقق الأمل الذي تريد أن تحققه، وسوف ترى أثر ذلك الدعاء. ثانيا، صاحب أصحاب الهمم العالية وكن معهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. وفي المثل العامي والمثل الشعبي، من صاحب المصلين صلى ومن صاحب المغنين غنى. إذن أنت الآن لابد أن يكون لك صحبة تعينك وتؤازرك وتقف معك وتتحمس مع هؤلاء الأشخاص الناجحين. الأمر الثالث أو الخطوة الثالثة هي أكثر من الاطلاع على سير الناجحين وأصحاب الهمم العالية. القراءة إخواني الكرام والاطلاع لأصحاب هؤلاء الهمم العالية سوف يحقق لك بإذن الله جل وعلا ما تصب، وتكون من أصحاب الهمم العالية. الخطوة الخامسة، تجنب أهل الكسل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعلمنا من دعائه، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. ابتعد أخي الكريم، ابتعد أختي الكريمة عن المثبطين البعيدين. هنالك طائفة من الناس تسمى أعداء النجاح. إذا أردت تقول مثلا، والله أنا لي همة عالية أن أحقق الطموح الفلاني، أنا أحفظ القرآن خلال مثلا 6 أشهر، فتجد إنسان من هذه الطائفة مثبط لك، يقول يا أخي هناك كثير من الناس 6 سنوات ما حفظ القرآن. رجل يقول أريد أن أكون إن شاء الله مبدع في إدارتي لفريق عملي في الشركة أو المؤسسة أو الإدارة. فيأتي إنسان يقول هؤلاء يعني مشاكسين مشاغبين، لا تستطيع أن تتعامل معه. أقول ابتعد وتجنب عن هؤلاء، عن هذه الطائفة المثبطة. الخطوة الخامسة وهي قاعدة تسمى قاعدة 10 سنتيمتر يوميا. مشوار 1000 ميل يبدأ بإيش؟ ممتاز، بخطوة واحدة. تقدم دائما نحو المعالي ولو شيئا قليلا كل يوم، ولك في هذا نبراس. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني شيء يداوم عليه. ولا تكن أخي الكريم كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. إذن هذه الخماسية توصلك بإذن الله جل وعلا إلى أن تكون من أصحاب الهمم العالية والطاقات التي سوف ترى أثرها في دينك ودنياك بإذن الله. أتمنى لك حقيقة التوفيق والنجاح، وأجتمع بك في محطة قادمة.